لكن ارجع اقول تاني، احنا تجربتنا ان احنا انفقنا اموال هائله لبناء بنيه اساسيه متطوره للدوله تستطيع من خلالها ان تتقدم الى افاق ضخمه جدا من التنميه في المجالات المختلفه. كان مسارنا ان احنا قلنا كدوله هي اللي تقوم بهذا الامر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب، وده احنا مش بنتكلم على مليارات، احنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات والجنيهات تم انفاقها خلال الثمان سنوات لبناء هذه البنية الاساسية اللي احنا نقدر نتكلم او نقول بمنتهى التواضع دلوقتي انها بقت متطورة قادرة كافية للانطلاق لمستقبل افضل اقتصاديا. طب هل القطاع الخاص النهاردة كان بعيد عن بناء ده؟ لا، القطاع الخاص كان شغال معانا، هو شركاته اللي قامت بالعمل في هذه المشاريع، لان كان شركات القطاع العام ما كانتش قادرة انها تقوم ابدا بإقامة هذه المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها، وبالتالي جزء كبير جدا من التمويل او جزء كبير جدا من الاموال التي انفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها نصيب ضخم جدا. وبالتالي انا اتصور ان القطاع الخاص اللي اشتغل معانا، وانا بتكلم هنا في 5000 شركة تقريبا، لان معظم المشروعات اللي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص. طيب هل النهاردة الدولة كإرادة سياسية حريصة على ان القطاع الخاص يقود التنمية في مصر؟ أيوة، ده موجود، وترجم مش بس كتصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة، ولكن من خلال الإجراءات بنعلنها باختصار لكم. قلنا في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكان الهدف منها أن احنا كل الاستثناءات اللي كانت بتتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم إلغاؤه تماما حتى نعطي العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع.